حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه واسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه الحجبي فاغلقها عليه ومكث فيها فسالت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثه اعمده وراءه وكان البيت يومئذ على سته اعمده ثم صلى وقال لنا اسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه